اسماعيل الشهيرة ابنها عرفات، عندها 41 سنة، عندها بيوتي سنتر وساكنة في جاردن سيتي ومتخصصة في المساج. لا ما واضح. العربية اللي راكباها شاريها من ورا ست ربيع محمود رمضان ولسه ما سجلتهاش، عشان كده لما كشفنا عليها في المرور لقيناها لسه متسجلة باسمه. ودي ايه اللي وداها اليونان؟ هي متعودة تسافر أوروبا تجيب مستحضرات تجميل من هناك. وهي سافرت قبل كده ولا دي أول مرة؟ هنبعت نجيب يا فندم شهادة تحركات من الجوازات. عندها كاميرات في البيوتي سنتر بتاعها؟ هنبقى نشوف سيادتك. تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ هو أنت جاوبتني على الأولانية لما هتسألني في التانية؟ اتفضل. بعد إذنك يا فندم. في فوج من إسرائيل لسه واصل يا فندم. أنا مش عارف إيه المحبة الزايدة اللي ظهرت فجأة دي. تعليمات سيادتك. يا جيهان. هيكون ايه تعليماتي يعني؟ هتاخديهم تعزميهم على العشاء؟ مراقب 24 ساعة في ال 24 ساعة، اتفضلي. حاضر يا فندم. يا هشام. في حد ظهر ورا عمر؟ معلش يا باشا كده كان في سؤال رفيع كنت عايز اسأله سيادتك. الكاميرات اللي احنا بنستوردها بنجيبها منين؟ من الصين؟ ليه؟ طب يعني لو فيها إساءة أدب مني، احنا بنجيب الحتة بكام؟ أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ يا باشا من باب العلم بالشيء. باب العلم بالشيء. هتستفيد ايه يعني لما تعرف انا بجيب الحته بكام؟ انت ناوي تشاركني ولا ايه؟ مش دلوقتي يا باشا. نعم يا اخويا؟ يا باشا بهزر مع سيادتك. الموضوع ما فيه، ليا واحد صاحبي معرفه جاي له شويه كاميرات من بره. فكنت عايز اعرف يعني احنا بجيب الحته بكام عشان لو سعر المعرفه ارخص نعمل مصلحه. مصلحه؟ بص يا حبيبي. انت تجيب لي المعرفة ده لحد هنا. اقعد انا وهو نتكلم. اصل ما بحبش حد يبقى في الوسط. الوسطاء يمتنعون. الوسطاء ايه؟ يمتنعون يا برنس. برنس؟ يمتنعون يا باشا. يا باشا. اتفضل. على اذن سعادتك. اتفضل. غريبة. يعني ما سألتنيش حد سأل عليا يا هانيا؟ مين اتصل؟ مطعم المقطم بتاعنا اتصل وسألني إذا كنا عايزين نحجز ترابيزة الفردين النهاردة على العشاء. طب ما تروحوا. هما مين دول اللي يروحوا؟ انتوا الاتنين. عشاء ايه؟ وسهرة ايه؟ وجمال ايه؟ صحة حبيبي. واحد من الفوج الإسرائيل عمل نفسه عيان وتخلف عن رحلة الفوج للهرم. بعد الظهر نزل وراح الصيدلية دي وطلب إن هو ياخد حقنة. لا ألف لا بأس عليه. ولما عملنا تحريات عن اللي اداله حقنة طلع اسمه صالح عبد الباقي، أرمل وعنده بنتين، بيشتغل بعد الظهر في الصيدلية بيدي حقن والصبح موظف في دار المحفوظات. جماعة دول مش هيحمدوا بقى؟ مصرين بالعافية يثبتوا ان ليهم جذور في مصر. حلم النيل الفرات يا فندم. تمام انت يا جان. تمام عليك. نادر. ايه يا فندم. هات الراجل اللي اسمه صالح. نعم سيادة. سيادتك مش عايز تشوف عمر؟ ده بقاله يومين هنا وزمانه بيضرب اخماس في اسداس عشان ما شفناهوش. فوته يومين ولما تتأكدوا إن مفيش حد وراه يوم الأحد هتقول على فيلا المقطع. تمام سيادتك. قول يا حبيبي. شايف كل واحد بيأكل مراته إزاي؟ طب دول متجوزين بقاله بسبع سنين ودول خمس سنين، إحنا عدينا الأربعين، يعني المفروض اخرج حسن سير وسنون. اضحكوا بس ما تكملش، يعني لا تاكلني وكمان هتطلعني معاش وانا في وسط ولادي. خد يا حبيبي. مش قادره يا حبيبي. ايه؟ انا اسف قوي،
مش قادر استحمل ريحه الاكل. مالك يا حبيبتي بس؟ اثبت انت هتروح معاهم حمام حريمي ولا ايه؟ وماله؟ مش محروم يا حبيبي من الخلفه بقاله كام سنه؟ ها عجبك الاكل؟ قوي. الف هنا وشفا يا باشا. بس ما قلتليش يعني ايه رايك في الهدايا اللي ابوك جابها لك؟ حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه. ده انا بالليل هجيب كل اصحابي عندي في الفيلا عشان يلعبوا معايا. عندك في الفيلا؟ اه عندي في الفيلا. اه طب يلا يا اخويا، احنا مش غسلنا ايدينا؟ ايه هنبات هنا ولا ايه؟ اتفضل نشف. يلا يا اخويا، يلا يا ابو فيلا. انا عندي في الفيلا. انت بتضايق ليه بقى دلوقتي يا عمر؟ اقول لك ايه بس؟ بص يا علوه وركز، وحياه ابوك اللي هو انا. الفيلا اللي انت عايش فيها وعايز تعزم فيها اصحابك فيلا عمك عثمان اللي هو اساسا جوز امك، وانت وامك عايشين معاه في فيلته، انما بيتك الحقيقي مع ابوك اللي هو انا برضو. ايوه بس انت ما عندكش بيت، انت عايش مع تيتو رؤيه. طب ما تيتو رؤيه تبقى امي، طبيعي اني اعيش معاها. طب ما انا عايش مع امها حياه في بيتها اللي هو بيت جوزها بابا عثمان. بابا عثمان؟ طب اتفضل يا لمه، يلا تعالى فوت قدامي. يلا يا بطل. اوبا بس الجامد. مفيش حد ورايا يا فندم. بقاله قد ايه؟ 4 ساعات. عمل ايه؟ ما اتحركش من مكانه، ده حتى ما حاولش يفتح الباب ويخرج. ورد فعله كان ايه لما عرف انت مين؟ اترعب وقعد يحلفني بأمانة المسلمين طول السكه عشان يعرف هو هنا ليه. طب ادخل انت وانا هبقى اطلبك. قهوة لو سمحت. برضه مش عاوز تشرب حاجة يا عم صالح؟ أبوس إيدك يا ابني، أنا عايز أروح. هتروح يا عم صالح، ما تقلقش. ما تقلقش إيه؟ أنا بقالي أكتر من 4 ساعات هنا. لا أنا عارف أنا جاي ليه ولا أنا عملت إيه؟ بعدين أنا راجل مريض سكر، ما استحملش البهدلة دي. هاتوا يا نادر. تمام سيادتك. يلا عم صالح. هروح. هتروح والله. دقيقتين بس سيادتي اقعد معاك وتتكل على الله. سيادته اللي هو مين؟ انت مش كنت عايز تعرف انت هنا ليه؟ ايوه يلا بينا.